قصد السيد نور السعيد رئيس وزراء العراق فور وصوله إلى القاهرة وبصحبته صاف صلاح سالم وزير الإرشاد القومي إلى دار الرئاسة، حيث قابل السيد الرئيس جمال عبد الناصر في مكتبه. وبدأت بهذه المقابلة تكملة المباحثات الرسمية التي بدأت في سرسنك بين العراق ومصر. وحضر هذا الاجتماع الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية، والأميرة لاي محمود رياض مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، والسيد نجيب الراوي سفير العراق في مصر، والسيد خليل إبراهيم مدير الدعاية بالعراق.